الشطات الجامده دي. هاي تيمو، تيمو شفتوا انتوا الدخله بتاعت تامر عادل دي؟ حلو عجبتني. من كام سنه كان في حمله لطيفه جدا ومختلفه جدا، حاجه اجنبيه يعني مش عربيه، كان اسمها الكلمات تقتل، وكانوا الناس اللي بيصمموا هذه الحمله عاملين صور بيتخيلوا فيها لو كان الكلام السلبي السيء اللي الناس بتستسهله بتقوله لبعض لو كان بيعمل علامات واضحه على الوشوش وعلى الجسم زي ما بيعمل علامات جوه النفسيه، كنا هنعرف ازاي والى اي مدى هذا الكلام مؤذي اللي بنقوله لبعض ليل نهار من غير ما بنحس بيه ده؟ يعني لو ليه اثر متشاف قد الاثر اللي بيسيبه جوه كان ممكن الى اي مدى يبقى مؤذي ويبقى قاتل في بعض الاحيان؟ ما اعرفش، يمكن يكون بمنطق قريب شويه من الفكره دي فكرت القائمه على هذا العرض اللي هو عرض كرباج سماح حمدي المخرجة ومنظمة هذا العرض في الأشكال العنف اللي بتتعرض له الست واللي بتعيشه كل يوم، يعني كل يوم بيومه، يمكن ما يكونش بالشرط يكون بالضرب أو بالإهانة أو بمد الإيد أو بالتحرش أو بالتعدي البدني، لكن في أشكال كتير لأن أنت تضايق اللي قدامك أو تعنفه ويمكن برضو مش عارف هم يقولوا لي بهذا المنطق أو بمنطق مختلف كانت فكرة هذا العرض، عرض الأداء، عرض أداء ده حاجة مختلفة عن عرض المسرح زي ما هم فهموني وزي ما يفهمونا دلوقتي، عرض أداء كرباج هذا العرض بما إن احنا في 16 يوم حول العالم في مناهضة للعنف ضد المرأة فاحنا محتاجين نشوف العرض ده بيقول ايه يا جماعة، ايه الفكرة الجديدة للناس، في ناس انتقدت وفي ناس اتخضت كمان من هذا العرض لانه زي ما بقول لكم كده عرض الاداء حاجة مختلفة عن عرض المسرح، عرض الاداء ده حاجة شوية اقرب للحقيقة، الحاجات والادوات المستخدمة فيه حقيقية بجد، وانا عايزاكم بقى تتخيلوا ان في عرض اسمه كرباج وفي كرباج والاداء اداء حقيقي واقرب للحقيقة، كان صادم لكتير من الناس، يعني كان في كتير من اللي اتفرجوا اتخضوا من هذا العرض. منورينا ومشرفينا ابطال هذا العرض سماح حمدي مخرجه، انت اولا انت مهندسه ديكور مسرح. مسرح وفرنتشر اساس. حلو. وانت صاحبه هذه الفكره والبطله اللي اتجلدتي في هذا في هذه المسرحيه. اهلا بيكي معانا منورانا يا سماح. ساره علاء ازيك يا ساره؟ ساره انت برضو شاركتي في هذا العرض. معرفش اتجلدتي ولا اتجلدتي يعني؟ لا جلدت. جلدتي مسكتي كرباج بجد، جلدتي مين؟ راجل بقى؟ راجل الرابع بتاعك اللي مش موجود؟ هو في فرنسا. في فرنسا، حلو وشكو حلو عليه. محمد ايمن ازيك يا محمد؟ منورنا ومشرفنا. انت برضو لما سالت محمد قلت له انت بقى اللي جلدوك في العرض؟ فقال لي لا يا ريت انا اللي جلدت. وده كان اصعب بكتير، انك تجلد حد ده شيء اصعب، ده حقيقي جدا، الجلد صعب أكتر. الجلد يعني ده بني ادم حي، انا مش بخبط في حيطه. انت جلدت بالفعل؟ انت اللي هو اللي كان بيجلد بجد يا جماعه؟ يعني للاسف يعني بالنسبه لي لا، الفكره العامه هو كان حلو بس بالنسبه لي الموضوع كان صعب يعني، فما لا انا هاجمكم انا كمان. لا حقيقي انت عملتي كده؟ احنا عملنا كده. ليه؟ هو وايمن اللي في فرنسا كان هما الاثنين بيجلدوني وخدوا وقت طويل عشان يقدروا فعلا يعملوا ده بشكل حقيقي. بمناسبه الكلام عن الموضوع ده، انا تاني بروفا في العرض كنت على وشك ان انا اعتذر عن العرض. ما اعتذرتيش ليه؟ كنت لازم تعتذر. لا لا ما اعتذرتش لانه حسيت ان انا بقدم، انا شايفه ان الفن عامه بيقدم رساله، احنا متعودين دايما على شكل الفن ان هو لازم يبقى جميل وسوي والناس حاطه ميك اب ولابسه. انا مؤمنه اصلا، مش شرط يا سار، مؤمنه بفكره الفن الطبيعي او المواجه او المباشر. يعني لو في وقعه اغتصاب يجيب واحد يغتصب واحده؟ مش بالظبط، بس هنحاول نوصل لاقرب شكل ممكن نوصل بيه الواقع، يعني مش هنجيب واحد يغتصب واحده بس يعني دي مدرسه احد مدارس الفن. وبره اللي هو الاداء، عرض الاداء ده هو موجوده كمان في المسرح بالمناسبه، بالاضافه لفنون الاداء كان في احد المخرجين في امريكا كان بيرمي على ناس فران في العروض، كان بيرمي ناس مشنوقه بجد، فهو احد التوجهات. مشنوقين دول منين؟ معرفش يعني، انا ده اللي قراته. قولي سماح قولي. بصي خلينا بس الاول نرجع لفكره الموضوع، لان حضرتك سالتيني ليه احنا عملنا ده.
ليه؟ لانه ده اللي انا بحسه كل يوم. ده احساسنا الحقيقي اللي احنا بنحسه كستات كل يوم. من العنف اللي هو ممكن نصنفه نحطه تحت خطين، العنف المباشر زي ما حضرتك قلتي اللي هو احنا مجتمعيا متعارفين عليه كعنف زي الاغتصاب والتحرش والضرب العنف التاني اللي هو بيمارس بشكل ناعم جدا ولطيف تحت سلطة أبوية وممارسات ذكورية جدا، اللي هي تندرج تحت عنوان التحكم في الست في كل حاجة. تحكم فيها، تخرج امتى وترجع امتى، تشتغل ايه وما تشتغلش ايه، تتجوز امتى وما تتجوزش امتى، هي مخلوق درجه تانية طول الوقت، هي دايما ناقصه حاجه لو مش في قسمه راجل، هي ما ينفعش، في مهاجمات نوعيه ليها كانثى في شغلانات كتير وفي في اماكن كتير، والقوس مفتوح نحط ده. تاني مقتنع بالكلام ده؟ ده حقيقي. دي قناعتك؟ ولا هو بس هددوه؟ لا بس ده بيحصل حقيقي. لا هددوني ايه؟ لو هددوني يبقى الموضوع عكسي تماما، تبقى الست مفتريه وظالمه بس فالممارسات دي اللي بتحصل بشكل تلقائي وبديهي جدا، وكان الست مخلوقه عشان هي ده دورها في الحياه، او كان هي بتبقى مبسوطه لو بنتحرش بيها، احنا بنحسسها بجمالها او اي حاجه من الحاجات اللي بتتقال. لا، ده مش الست مش مخلوقه لكده، والحاجات اللي بتحصل دي ليها اثرها على نفسيتها. فانا فعلا كنت دايما بحس ان كان لما بتعرض لحاجه من دول ان حد مسك كرباج وضربني. ورينا كده يا شادي في الويندو عشان الناس تبقى مقربه اكتر للفكره. فبنيجي بعد وقت انت فعلا ممكن تلاقي نفسك مش قادره تقومي من على السرير، مش قادره تخرجي من البيت، وكانك واخده علقه سخنه وانت مش عارفه ده جاي لك منين. لما بتركزي تلاقي ان انت تعرضتي للضغوطات دي لفتره طويله جدا، فهو ده ان انت كانك اتضربتي بالكرباج وقت طويل جدا. فانا قلت اخد احساسي زي ما هو، زي ما انا بحس بالظبط، واحطه قدام الناس. ده الاثر النفسي للي انت بتعمله. انت مش مجرد بتقولي كلمه وتمشي، مش مجرد بتحكم عليا في حاجه وتمشي او بتلمسني وتجري، ده اللي انت بتعمله بجد. هو ده. طب بجد؟ فهو ده بجد. بس الناس قاعده مش قادره تبص. ما هو بالظبط، عشان كده كان لازم يبقى الجلد حقيقي. ده ضربه بجد يا جماعه؟ ده ضربه بجد. ويمكن الكرباج اللي هو ماسكه ده الاعنف شويه. لا اتهرج يا محمد من التاني. ده انت يا محمد ولا ده ايمن؟ ده ايمن اللي عايش في فرنسا. لو فرنسا. فانت حبيتي توصلي للناس نفس الاحساس، الكلمه الوحشه بالظبط. الاحساس ده متشاف. انا الاحساس النفسي اللي احنا زي اي حاجه مش متشافه بالنسبه لنا فهي مش موجوده. لا انا عايزه اقول له انه لو الاحساس ده ليه صوت وليه علامات وليه كائن تقدر تشوفه، هيبقى هو ده شكله بالظبط. بس ده نوع من انواع الفن يعني موجود. موجود 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 وحصل. بس وضحوا ده للناس، لانه انا شخصيا لو قاعده في عرض زي ده هتأذي. هو مش موجود يعني هتضايق هتوجع. هو مش موجود في مصر بقى يعني بس ده فن يعني موجود بره بس ده المطلوب ان الجمهور يبقى مشارك في الحدث، ان هو يعني انت شايف ده انه حقيقي، انت مش شايف انه حاجه. بصي هو رمزية. هو فكره سماحة تقدر تظهر. ان الجمهور بيشوف الحاجه بجد، اللي هو برضو ده فرق البرفورمنس عن المسرح. في المسرح لما الناس بتشوف حدوته متخيله، حد كاتبها من خياله، والناس اللي قدامه على المسرح بتعمل حاجه لا تمت بصله لشخصهم الحقيقي، فبالتالي خلاص احنا قاعدين بنتفرج في اللحظه دي، اتاثرنا في اللحظه دي وخلاص. هو دلوقتي متلقي سلبي تماما، هو بيتفرج بس، واول ما بيخرج من العرض، العرض سقط من ذاكرته في اللحظه اللي هو خرج فيها من المسرح. مش هو او يعني هياثر فيه بشكل ما، بس هو في الاخر قاعد جوه المسرح متلقي سلبي، هو ما عليهوش انه يدي رد فعل. وانا ممكن اعقب بس على اللي انت قلتيه ثانيه. هو الفكره بس انه الفرق في وجهه نظري، انا اشتغلت الاثنين، انا اشتغلت مع سماح، هي كانت اول تجربه لي بالنسبه للبرفورمانس ارت، واشتغلت مسرح بقى لي 4 سنين. الفرق ان الاثر، إن هو بيعمل اثر نفسي، يعني انا في عروض مسرح شفتها ومؤثره فيا وفاكراها لحد دلوقتي، بس الاثر المباشر اللي بيحصل من خلال عروض الاداء، انا رد فعل الجمهور كل مره كان بيبقى سقيف. لكن لما تلاقي ان الجمهور بدا يتفاعل وناس بتكلمك على العرض بعد ما العرض انتهى بشهر وشهرين وثلاثه، إذن ففعلا اللي حصل بيكون ليه مردود مختلف ومردود حقيقي. بس لسبب مش مقتنعه. هقول لحضرتك ليه عشان ما ابقاش كداب. هقول لحضرتك ليه، لان هو دلوقتي هو بيتفرج على حد بيتعرض لعنف بجد، مش عنف ممثل، وبالتالي هو دلوقتي متورط في الموضوع، هو لازم يبقى عنده رد فعل في الموضوع. طب انت مطلوب منه ايه يبقى رد فعله؟ انا ما بطلبش منه حاجه، انا بعرض له تساؤلات وبعرض له الحاله، وهو غصب عنه هيبقى عنده رد فعل. في العرض ده كنا قدام نوعين من ردود الفعل، او كان كل واحد جواه الصراع ده. لما عرضناه في الشارع فكان في ناس ليها رد فعل. ده عرض الشارع. انت نزلتي عملتي العرض في الشارع. ده الناس هنا كان ليهم رد فعل مباشر جدا، زي عملوا ايه؟ هم عايزين يوقفوا الموضوع، احنا مش عايزين نوقف. كل حد كان ليه اسباب. هم عايزين يوقفوا العرض يعني قالوا لكم كده؟ هم وقفوه فعليا. هم وقفوه فعليا. انت اللي كنت انت انا اللي على الشمال. قالوا لك ايه يا محمد؟
يعني يتعاملوا معاك بعنف، يشدوا منك الكرباج، هو شدوني انا شخصيا، هم شدوها كانوا بيشدوها ان هي مربوطه، فحد دخل فاكر انه لما يعمل كده ايدها هتتفك خلاص بسهوله، الحبل مهوي فجاي يشد ايدها وهي مربوطه، فقلنا له استنى استنى هي مربوطه بجد، فبعد كده انا هي سبقت عشان كنا عايزين نكمله في حته تانية. فاحنا انا اتاخرت شويه في المروحه لان احنا كنا بنحاول نسيطر مع الناس في المكان، يعني ان احنا نتفاهم مع الناس. الموضوع قلب بكارثه يعني، ده فين؟ ده فين كان؟ في ارض اللواء. ده في ارض اللواء. يا نهارك ابيض. ده كان في، لان هو في الوقت ده انا كنت عايزه اتوجه لاصحاب الفكر ده بجد، الناس اللي هم متبنيين فكر الذكور، اللي هم يعني الناس كانت تحرش سهل وانا ماشي بقى عايز تضربك مثلا، سامع كلام ابن التيت اللي كان ماسك البنت بيضربها في ماشي. اوكي تمام. مش انا طب الناس كانت فاهمه ان ده عرض اداء او مسرح او فن يعني؟ كانوا فاهمين المفروض، ولا انتوا نزلتوا جبتوا دي؟ لا بس دول في جمهور شارع، في جمهور ما يعرفش حاجه، وفي جمهور جاي للبرفورمانس. هو اللي نستغربه قوي ان طالما احنا شايفين ست كائن حساس وكائن رقيق وكائن جميل ولا يستحق كل هذا، طب يعني مش قادرين نشوف ده على خشبه المسرح؟ طب ما احنا يوميا في حياتنا كل يوم في الشارع بيحصل فينا كده، وده الهدف من العرض تجسيد. يعني احنا يمكن الجلد ده يعني قصدي اقول انتوا كنتوا قايلين او مبلغين ان احنا هننزل نعمل عرض في بعض اهالي منطقه عارفين، والبعض متفاجئ التاني مش عارف انتوا بتعملوا مين الناس دي بالظبط. لما جينا عرضناه في المسرح كان في بقى الصراع ده ما بين ردين للفعل. الرد الاخلاقي اللي هو كبني ادم طبيعي انا شايف ده فانا خلاص مش قادر استحمله، فانا يا اما هلف وشي او هطلع اقف بره او هقوم اوقف الموضوع، يا اما انه يتعامل بشكل فني انه الفنان او الناس اللي واقفه دي ليها هدف، فهم حقهم ان هم يكملوا هدفهم للاخر وحقنا ان احنا نسيبهم، وهم عارفين بيعملوا ايه، هم متحملين النتائج لوحدهم. الناس كلها كان عندها الصراع ده انه نقوم نوقف ولا نقعد نكمل، نقوم نوقف ولا نقعد نكمل. في ناس فعلا حاولت توقف، في ناس حاولت انها توقف، بس كان في تعليمات متقاله في الاول انه اذا انت حصلت اي حاجه تخلينا نوقف في النص، سي مثلا وقفنا عند الجلده ال40 فاحنا مكان واحد 100 100 فاحنا قلنا لهم ان هم هيعيدوا من رقم واحد، فمن مصلحه البنت اللي بتضرب او الولد ايه سمح ده، لان هو لازم يتاخد ال100 على بعض، هو لازم يتاخد الاثر كله على بعض. انا كده ابتديت افهم، لانه البعض وصف العرض بانه سادي الى حد ما. بس السادية تفرق شوية عن اللي احنا عملناه ده. لو هنتكلم بقى في انتوا بتزعلوا لما حد بيقول كده؟ لا سؤال اكتر، تحسوا ان انتوا مجهودكم راح على الارض؟ لا خالص، بالعكس، هو كونه اثار عنده الجدل ده واثار عنده التساؤلات ده في حد ذاته كويس. التساؤلات بقى ايجابيه او سلبيه دي نبتدي نرد عليها. متوقع اصلا رد الفعل كلها اللي كانت تبقى اكتر من كده بالظبط. يعني انا كنت وضحت لهم ان الساديه دي بتمارس بمنهجيه بغرض الاستمتاع، الناس نفسها بيبقى عندها اهداف غير اللي عندنا خالص. الحاجات دي ده اللي هم يعرفوه يعني عن الساديه، بس ده ما كانش شايفين عنف كتير، بقول لك وبالذات لو في كرابيج على طول بيقول لك هديه. يعني هي دي المشكله اللي احنا بنحاول نوضحها، ان الفن بقى ليه تابوت او توابيت او اشكال معينه، لازم الفن يكون ليه شكل معين احنا متعودين عليه، المسرح شكله كذا، السينما شكلها كذا، المعرفش ايه، الكوميديا شكلها لا كذا. لا انا عايزه الراجل الامير ده يحكي لي عن الاثر النفسي وانت ماسك كرباج بتضرب بنت. هو يعني هو احنا كان في الاول ان احنا بروفات عشان يبقى يعني نبعد عن الضربات المؤميته المؤذيه الحاجات دي يعني. عشان هو انت بتضربها هنا ولا في ظهرها؟ ضرب من الوش زي ما هو باين، انا واقف وش الناس لان هي مقفول. لا هي الظهر دي صعبه جدا، اصعب من الوش. والله اوكي. يعني انا الضربه كويسه دلوقتي بقيت كويسه طبعا، بس ساعتها الضربه اللي كانت ممكن تلف على ظهري دي كانت اوجع بكتير من اللي ممكن تيجي في بطني او على رجلي. الضرب في الظهر اصعب بكتير، عشان كده التعذيب بقى شادي بيقول لك وعليكي من ده عليا، ان هو شايف ده، ان هو شايف ان الستات بتحس بالطريقه دي، مش ان هي بتخش اوضتها تتضايق. انا شفت ليه العرض 3 ايام، انا عمال اقول ليه ازاي يبقى في عرض 3 يومين؟ يومين بس، في النص كان اوف، اليوم الثاني كان كفايه قوي، ربنا ساتر. ما احنا يعني كنت انا بجلد في اليوم التاني، فما كنتش اقدر تاني يوم على طول ان انا اعمل كده. انت بتريح يوم عشان تضربي التالي؟ لا تضرب. عشان اضرب التاني. ما هو اليوم التاني كان انت اللي بتتضرب بقى ولا ايمن؟ ايمن التاني، وايمن بالمناسبه هو اللي تطوع على الموضوع، يعني هو عارف ان احنا استخدمتي نفس النص على ايمن بقى بالظبط، بنفس يعني بنفس الحاجات اللي بتمارس على الست المره دي بتمارس على اهو، انه خليك انت بالظبط تعيش نفس اللي احنا عشناه،
فامشي بنفس الخطوات بتاعتنا، حس نفس الاحساس. بس جالي جمهور مختلف؟ جالكوا جمهور مختلف؟ كان في مختلف وكان في ناس موجوده من المره الاولانيه. عايزين نشوف ايه اللي هيحصل، الحكايه ترسى على ايه. وان في مناقشه في اليوم ده، فكان يعني بعد ما التجربه خلصت عايزه تقول بقى يتكلم. وانت جلاد كنت حاسس بايه؟ الجلاد كنت حاسس قد ايه انا بمثل يعني سوداويات رجاله كتير في عنفهم اليومي اللي بيحصل بشكل طبيعي، وشكل ان هو لا انا حنين بس انا ده من الحنيه، ده عشان خايف عليها، ده عشان ما اعرفش ايه، وده بيبان ان احنا واحنا بنربطها مثلا لا احنا خايفين على ايديها. في النص انا اوكي حطيت يعني شديت الفستان من تحت الحبل عشان ايديها بس، واروح راجع جلدها تاني ومن غير اي ما اكون حاسس بحاجه، لان انا الجلد ده مش يعني انا المفروض باذيها ومش حاسس ان انا باذيها يعني فعليا يعني في الحقيقه هو الرجل اللي بيأذي المراه في الحاجات اللي هي مش الواضحه، هو عارف ان هو بيعمل كده الصح. والله في الحاجات الواضحه برضه انت شايله كتير يا سامح ومعديه وفي الواضحه كلنا. بس انا قصدي ان الطبيعي ان الراجل او الاب الزوج الاخ بيبقى مثلا بيعمل كل الحاجات دي، ده الطبيعي. وهو فاكر ان هو كده بيساعدها وبيحن عليها وبيعملها بدم بارد، بدم بارد. هو هيضرب وهيستناها، استناها تقوم، هيروح ضارب تاني، هتقع هتقوم هتضربها تاني. وريني العرض، خلي العرض معانا، خلي العرض معانا يا شادي يا تمام. سماح انت حقيقي عندك رصيد حلو في الحاجات المترقعه، يعني انت يعني ما شاء الله الله اكبر، عندك برضو رصيد ظريف، يعني انت برضو لبستي عروسه ونزلتي انطلقتي في الشوارع، عشت بيه 3 ايام بلبس العروسه في حياتي الحقيقيه، يعني رحت الشغل ورحنا قابلنا اصحابنا وقعدنا على في مكان في وسط البلد، رحنا عملنا شوبينج يعني زي ما وريني صور سماح وهي بفستان العروسه، بعدين رجع لي تاني على العرض ده اللي في ارض اللواء. ده اللي في ارض اللواء. ده انت يا موحى؟ ده هو طبعا في المسرح بقى كان الصوت ده مسموع اكتر، الكرباج التاني صوته اقوى، يعني صوت كان مكثف اكتر. هما لازم يبقوا 100 جلد ها؟ لازم 100. وهنا ضربت 100؟ لا هنا ما كملناش، هنا وصلنا لكام؟ 40 50. وهم قالوا يكملوا علينا، يعني لو حبيتوا تكملوا احنا ممكن نضرب معاكم. برافو عليهم والله يا عيال جدعان. اللي هو احنا نوجب معاك شويه يعني. وريني الصور سماح وهي عروسه، انت لبستي بتقولي فستان الفرح كام يوم؟ 3 ايام. وعشتي يومين ورا بعض ويوم بعديهم باسبوع اعتقد او حاجه. ونزلتي المترو؟ ما انا كنت بقضي يوم وقعدتي فانا رايحه كده وبروح، انا كده كنت مستنيه اللي هو على الله حد يقول لي انا نفسي افرح بيكي. بالظبط. اديني لبست الفستان. بالظبط انا لبست الفستان، اذا انتم شايفين انه ده اخر حاجه في حياتي عشان بعد كده هبقى خلاص انسان كامل بالنسبه لكم، طب اديني لبسته اهو خلوني بقى اكمل حياتي زي ما انا عايزه. بس انت ليه واخده ردود افعال الناس عليكي على صدرك قوي كده؟ وقت الاحداث ولا في الحياه عموما؟ يعني في الحياه عموما وبتردي عليهم وتلبسي لهم فستان عادي؟ لان هم في الحقيقه بيخنقوكي، هم في الحقيقه اذا انت يعني انت يا اما تمشي في القوالب بتاعتهم وتعيشي ميته، يا اما ان انت يبقى ليكي توجهك وليكي ارادتك وتفرضي ارادتك عليهم. افرضيها من غير ما تهتمي. لا انا هنا حسيت ان انا عليا دور، انا فنانه وعندي وسيله اقدر اعبر بيها مش بس عن نفسي، عن البنات اللي بتتماس قصصهم مع قصتي، فانا اقدر ان انا اقول اللي البنت تانية مش قادره تقوله، اقدر اغير في 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 الكونسبت او كان في افكار عن عليك تقول لك ايه وانت لابسه فستان الفرح كده. اما هو ده بقى حسب كل منطقه، يعني كل منطقه كان ليها حسب مستوى الاجتماعي وليها ردودهم وكده. بس مثلا في وسط البلد كان ساعتها في البياعين الجائلين دول في الشارع لسه، دول كانوا بيتحرشوا زي كانه مفيش اي حاجه ملفته للنظر بسببه، يعني ده العادي ان حد يمشي ورايا لا ما هو ما كانش حد يعني كنت هتوصل ده. بس لا كنت وتحرش لفظي ممكن يبقى بشكل قبيح جدا يعني عن اللي ممكن يحصل كل يوم. الناس حياتها فاكس، الناس ثابته كانهم مش نازلين يعملوا اي حاجه، فاكس واقفين بيتفرجوا مين دي وبتعمل ايه وبتتحرك ازاي وكده. في منطقه تانية زي الهرم مثلا انا كان ماشي ورايا حد بيصورني، حد بعيد يعني ماشي، في حد تاني من الشارع اتخانق معايا ان انت مالكش دعوه بيها سيبها. ده كان حاجه وسط رد ايجابي وسط 90 واحد مثلا، لا كانوا بيعتدوا الناس اللي ترفع موبايلات، فكنت اتكلم معاها انه انت المفروض تستاذنيني قبل ما تصوريني، يعني انا بس مش من ظهري، انا في الاخر انسانه قدامك وليا خصوصيتي، مش المفروض ان انت او انت تمشي ورايا بالطريقه دي او كده. وكتير بقى يعني التحرشات بالذات من البياعين
والامهات اللي كانت تقف تهمس مع اولاد يقفوا يتكلموا او يشاوروا. انت حاسه انك وصلتي رساله بعد ما عملتي الموضوع في ده؟ اه في ده، لانه كتب عنه تقريبا بثمان تسع لغات في العالم صحيح. كتب عنه في حاجات كتير، وكان بيجي لي كتير مسجات. لكن انتي وقتها كان ايه المشكله؟ ما جيتيش ليه؟ انت فاكره؟ مش عارفه. ولا انا فاكره؟ مش عارفه. انا فاكره ان احنا كلمناك ساعتها ولا لا؟ مش فاكره طبعا. سبحان الله، كل شيء بميعاد. شوفي احنا جينا في الاهم بقى، احنا جينا في النشاط الاتقل. وصلت الرساله بتاعت كرباج للناس؟ حاسس كده يا محمد ساره؟ هي اثارت التفكير يعني. لسه الردود مستمره، لان هتكرروها؟ العمليه شغاله. اصبر شويه على الست دي. هتكرروها؟ اصبر عليا وعلى ايمن. مش واضح فيدي. دلوقتي هنكررها ولا لا؟ ولو كررناها هنبقى بنفس الطريقه ولا لا؟ لسببين. اولا ايمن هيرجع في نص يناير، عشان تكرر مش قبل نص يناير. بس في بلانز تانية ان احنا يعني يبقى الموضوع بره مصر، ويبقى معانا داخل فيه اجانب، باعتبار ان الموضوع مش فكره عربيه بس، ان العنف بيمارس في كل العالم، كل حته بشكل مختلف. بس ايه البلان الواضح؟ لا ما اقدرش اقول دلوقتي يعني. يعني ما فيش حاجه واضحه اقدر اتكلم فيها يعني، كلها خطة. هي فكرة وفن، وانتوا تقولي اللي انا فهمته منكم، والفن ده عالم كبير جدا ومدارس كتيرة جدا. انتوا قررتوا يعني يمكن المدرسة الأصعب. معايا ماجستير في الفن ده. والله انت معاكي ماجستير في عروض الأداء دي؟ اه والله. اه فهي يعني مش عايزة أقول لك إن هو أساليبه متنوعة بتنوع الفنانين اللي اشتغلوه، بتنوع الأفكار. يعني ممكن الفنان واحد ما يبقاش عنده أسلوب واحد. ورد فعل الناس عليه في العالم كله برضه بتبقى زي اللي انتوا شفتوه ده يا شباب؟ بشكل مخاضم يعني، بشكل مختلف عن هنا شويه. ردود ايجابيه وردود سلبيه، طبيعي جدا في العالم. يعني التنوع ده عادي يعني، بس يمكن بره الناس متعوده تشوف ده. يعني هو اكيد لما ظهر، هو ظهر في اخر الستينات في السبعينات في امريكا واوروبا، طبعا كان ساعتها ليه ردود الفعل ده. وبالعكس اللي شد انتباه المجتمع والاعلام ساعتها للنوع ده من الفن هو جرأته، وان كل حاجه فيه حقيقيه. واكتر اللي شدت الانتباه العنف، العروض القايمه على عنف بدني. دي اللي خلت البرفورمانس ارت يبقى ليه وضعه في الموضوع. وساعتها كان في ردود الفعل دي بصرف يعني باختلاف انه لا، هم هناك مش ردود افعالهم مش عنيفه وعشوائيه زي اللي بيحصل هنا شويه. هناك الى حد ما متعودين يشوفوا ده، هنا احنا لسه في الدخله بتاعت الناس بتشوف حاجه بتحصل بجد، ان حد بيتضرب بجد، حد بيتعور بجد. يعني ده عادي، رد فعل طبيعي على اي حاجه بالظبط. ومطلوب يعني. انتوا قررتوا تقدموا للناس الافكار من الباب الصعب يعني، واضح كده. هو محتاجين صدمه شويه والم شويه يعني، محتاجين ان هم يتصدموا ويتخبطوا كل شويه. اصل كل يوم بيكون في حملات ضد التحرش، وكل يوم بيكون في حملات ضد العنف، وكل يوم بيكون في اشكال مختلفه من مواجهه ده. طيب اشمعنى الناس ما قعدتش تتكلم في ديسكشن اكتر من ساعه ونص او ساعتين، مستعدين يكملوا كلام فيه، وبعد ما العرض انتهى ولسه الصدى بتاعه موجود؟ ده دليل ان ده فعلا شكل مختلف للتعبير، وان هو قادر صدى يهز بجد. ففي حاجات يا مسهل ما هو تخلي بالكم من نفسكم وخفوا شويه على بعض. يعني حاجه صعبه برضو ومؤلمه، بس يعني يمكن لعل وعسى تأثر في الناس. نأمل إن شاء الله. أنا بشكرك يا سماح، شكرا جزيلا يا حبيبتي، نورتينا وشرفتينا. سارة نورتي يا حبيبتي. محمد الله يعينك يا ابني. بشكرك يا حبيبي، شكرا جزيلا. ربنا معاكم يا رب يوفقكم. وتقدموا حاجة تنفع الناس يعني، دي عظمة الفن يعني. إحنا بنحاول ايه اللي يحصل بعد كده بتاعهم يعني. ان شاء الله خير. انا بشكرك شكرا جزيلا. بشكركم ونورتونا وشرفتونا. وفاصل، وبعد الفاصل ننتقل لمطبخ ست العبس.